أعلنت هيئة النزاهة عن اعتقال ضابط في وزارة الداخلية برتبة رائد متلبس بالجرم المشهود أثناء تسلم الرشوة بعد نصب كمين إلى الضابط. يشتغل أو يشغل منصب ضابط تحقيق في مركز شرطة البياع، تلقى رشوة من أحد المواطنين لقاء تمشية دعوة تخصه بالمركز. بما أن نتحدث عن نزاهة، أيضا ضبطة 6 أشخاص يقومون بترويج معاملات بمديرية التسجيل العقاري بالرصافة الثانية دون وكالات أصولية أو صفة رسمية تخولهم مراجعة المديرية. واحد من هذول المتهمين موظف يعمل بمكتب العلاقات والإعلام في وزارة الزراعة. إذن خلونا من موضوع الـ6 أشخاص، لكن نركز على الفيديو اليوم اللي ظهر، وهو لاعتقال هيئة النزاهة لضابط برتبة رائد بوزارة الداخلية. خلونا نشوفه. مبلغ ما ترى شو طلع لي قرار السيد هذا محكمة تحرير الشخص الثاني المحترم ورقي 11 تم ضبط المتهم ضابط مركز شقد البياع اثناء استلام مبلغ الرشوه البالغ 300,000 دينار. معامل المشي للمحكمة يا معامله معامله مال بيت هذا ولا محضر التثبيت الفلوس ما تحكي كافي عادي شلون تبي. إذا هذا الفيديو اللي شفناه، احنا نعلم يعني نعلم ومتأكدين بأن هاي القصة هي تصرف فردي، لكن هل التصرف الفردي على مستوى محدود؟ نشك بذلك. الكثير من العناصر الغير المنضبطة ومع الأسف يعني يحملون مرسوم جمهوري وهذه الرتبة الشرف. نقدر نقارن هذه القصة بمعالي السيد وزير الداخلية عندما راح إلى معايشة قبل أيام إلى مركز شرطة المسبح. أيضا يمكن أحال إلى التحقيق أحد ضباط التحقيق في وقتها يمكن لمشاكل من نفس النوع. اللي أريد نقوله، إحنا نشد على إيد معالي السيد وزير الداخلية في متابعة وكشف مثل هكذا حالات بمعايشة بترتيباتكم الاستخبارية اللي توصلون. هذول الناس دي يبتزون المواطن، إذا أنت ما وقفته فرح نوصل إلى النزاهة وتصير القصة يعني تجيب اسم الوزارة إلى مكان وإلى زاوية ما المفروض توصله. نحن نعلم والسيد وزير الداخلية يعلم وعلى مدى عصور أن هنالك رشوة في كل مفاصل الدولة العراقية، إن كانت هي بوزارة الداخلية إن كانت بغير وزارة، يعني متعددة القصة. لكن أنه هذا موضوع الرشوة اللي تتجذر اليوم في عموم الوزارات يجب أن يكون هنالك يعني حملة كبيرة نحاول من عندها أن نحمي المواطن. اليوم المواطن يا خمائل، إذا أنا متأكد أي وزير اليوم في على أي وزارة، إذا أحد قدر يوصل إلى الوزير والله سهل عليه والسكرتير مال الوزير ومكتب الوزير تعاونوا ويا هذا المواطن ووصلوا للوزير وقال له يا بترى أنا تعرضت الرشوة يعني انطلب من عندي أو تساومت وخلى الموضوع أمام السيد الوزير، أنا متأكد راح يكون هنالك إجراء. لكن احكوا لنا كم مواطن قادر أن يدخل بمعترك مثل هذا مع ضابط؟